السلام عليكم. حلقة النهاردة تعتبر حلقة في النص كده ما بين الحلقات القوية اللي احنا كنا بنشرحها في الأيام اللي فاتت، فقلت كده النهاردة خلينا نشرح حاجة بسيطة وبرضه حاجة كويسة جدا وحاجة هتفيد الناس اللي بيشتغلوا حتى في المجال اللي أنا شرحته وهو مجال الربح من كرة القدم. وكنت فعلا شغال على حلقة الربح من كرة القدم بشكل عمومي اللي أنا قلت هشرحها، كنت شغال عليها ولكن لقيت الموضوع طويل جدا فهنأخرها شوية. حلقة النهاردة حلقة بسيطة جدا وهو عبارة عن شرح موقع كوين. الموقع ده هو عبارة عن أفضل موقع في الوطن العربي للربح من اختصار الروابط. لو أنت شغال على بث مباشر مثلا، بتنشر بث مباشر لمباراة كرة القدم، أنت تقدر في الوصف بتاع البث المباشر ده تقول لهم اتفرجوا على البث ده بجودة أعلى على المدونة، وتختصر الرابط في موقع كوين لانه بيديك سي بي ام كويس جدا، بيوصل لمعدل السي بي ام المتوسط ل 8 دولار و7 دولار، وده كويس جدا وده اعلى معدل في الوطن العربي وعن تجربة. ودي بس حتة بسيطة من الحلقات الجاية عن الربح من كرة القدم، وبلاش رغي كتير، خلينا نخش في التفاصيل بتاعة الموقع. طيب يا يعني خلينا كده نركز مع بعض. هو ده الموقع، اسمه كوين دوت مي زي ما قلنا. الموقع ده يا جدعان جديد جدا، اللي بيميزه ان السي بي ام بتاعه كويس جدا، وزي ما قلنا متوسط السي بي ام بتاعه بيوصل من 7 دولار ل 8 دولار، وده مش موجود في اي موقع اختصار رابط تاني زي لينكاوي وجيت سي ار ال، وده الصراحه اللي انا فضلته في الموقع ده. تاني حاجه، ان انا بقولكش اشتغل في الموقع من دلوقتي او ابدا اشتغل في الموقع بسبب ان مفيش اثبات دفع لسه في الموقع، وبرده الموقع لسه جديد جدا جدا، يعني لسه معمول بقاله بالظبط كام يوم، ولكن انا واثق يعني في اصحاب الموقع اللي كلموني و ان شاء الله الموقع ده مش هيبقى نصاب نهائيا وهيبقى موقع كويس، لكن هم مستنيين يدفع لهم فلوس من شركات الاعلان عشان يبدا يدفع الدفعات للناس اللي شغاله في الموقع ويبدا يعمل ترويج اكتر للموقع. ففي المستقبل باذن الله، يعني المستقبل القريب جدا، يعني الموقع ده هيبقى ممتاز جدا وهتسمع عنه، هيبقى موقع كويس جدا باذن الله لو قدروا ان هم يكملوا في الموقع ده. فابدا التسجيل من دلوقتي، ولكن عايز تشتغل براحتك، مش عايز تشتغل برضه براحتك. عشان ما نطولش يلا على طول نبدا نخش على البي اوت ريتس. بدأنا مرتين. طيب البي اوت ريتس زي ما قلنا ان هو كويس جدا لمصر 8 دولار، ولبنان 9 دولار، يونايتد كيندوم 8 دولار، العراق 8 دولار، الامارات 8 دولار، امريكا 8 دولار، وكندا 8 دولار، الكويت 8 دولار، قطر 6 دولار، عمان 12 دولار، اشمعنى عمان 12 دولار؟ السعودية 6 دولار و20 سنت، فلسطين 5 دولار حلو جدا، والاردن 5 دولار، وتونس 4 دولار، والمغرب 4 دولار، وبرده يعني معظم البلاد كويسه جدا، لكن اللي مش عاجبني هو الجزائر 2 دولار، اتمنى يعدلوا الجزائر تبقى 4 دولار زي المغرب او اعلى من كده، لان الجزائر يعني من يعتبر من البلاد الكبيره جدا، يعني اقصد يعني ان جمهورها كبير جدا في الانترنت. خلينا نخش على الهوم، نرجع للهوم هنا، وبعد كده نخش على ماي اكونت وننزل على ريجستر ا نيو ممبرشيب عشان تقدر تعمل اكونت. هنا بيطلب منك اليوزر نيم والايميل بتاعك، وتكتب هنا الباسورد، وبعد كده تعيد مره ثانيه الباسورد، وهنا تقول له ايم نوت ريبوت، وتعدي الاختبار وتقول له سبميت. تمام. طبعا الاكونت ده لسه جديد خالص، فعايزين كده نبدا مع بعض. زي ما انتم شايفين دي اولا دي اعلانات ادسنس، معناه كده ان هو اتقبل في ادسنس، فمعنى ان الموقع ده موقع كويس جدا وان شاء الله هيبقى حاجه كويسه. طيب هننزل تحت كده يا جدعان نشوف كده. طبعا الصفحه دي صفحه الاستاتكس، بتوريك طبعا الارباح بتاعتك والحاجات بتاعتك. طبعا القالب ده موجود كتير وعارفينه، يعني عادي يعني كلنا فاهمينه. طيب حاجه تانية عايزين نقولها، بيقول لك هنا الموقع بيقول لك هيدي 10 دولار لكل شخص هيشرح الموقع ده، المهم ان الشرح بتاعه يعدي 2000 مشاهده. تمام. ويكون من 3 دقائق ل 7 دقائق، فدي حاجه ممتازه جدا الموقع ده عاملها، لكن طبعا هو ما قاليش على المسابقه دي وما قاليش هشرح حتى حاجه لها علاقه بالمسابقه دي، ولكن طبعا انا هو طبعا يعني ايه يعني كلمني وقال لي اشرح الموقع خارج المسابقه يعني. المهم ان دي حاجه جميله جدا يا جدعان، انتوا ممكن تعملوا شرح الموقع ده مقابل 10 دولار، وده حاجه كويسه جدا. المهم ان الشرح بتاعك يوصل 2000 مشاهده. عايز زي توصل 2000 مشاهده، حاول تاخد الكلمات المفتاحيه اللي انا عاملها وتاخد بعض منها وتغير فيها برده، عشان ما ينفعش تنقل الكلمات المفتاحيه هي هي، لانك مش هتجيب اي مشاهدات وممكن تبقى بخطر على الفيديو بتاعك كمان. فاتمنى يعني لو عايز تعدي ال 2000 مشاهده وكده، فانت ممكن تعمل الكلمات المفتاحيه بتاعتي او حاجه زي كده، يعني تحاول تستهدف مني يعني. عندك تحت هنا طبعا بيقول لك وسائل الدفع اللي موجوده حاليا، هنخش نشوفها كلها واحد واحده دلوقتي. طبعا هنا عارفين احنا الحاجات دي، هنا الفيوز اللي بتجيلك، وهنا الايرننجز الفلوس اللي معاك، وهنا الريفرال ايرننجز. ودي الصراحه احسن حاجه حبيتها في الموقع ده ان الريفرال بتاعه 40%، والرقم ده كويس جدا 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 بالنسبه لموقع اختصار رابط. الافريج سي بي ام يعني السي بي ام المتوسط بتاعه لسه صفر. طبعا هنا مانج لينكس عشان لو عايز تشوف اللينكات بتاعتك، هنا الويزدرو عشان لو عايز تسحب، زي ما انت شايف هنا السحب يومي بتقعد 4 ايام لحد ما يوصلك السحب كحد اقصى على الباي بال وعلى اي وسيله دفع. نخش نشوف وسائل الدفع دلوقتي من هنا.
وسائل الدفع عندك هي جميلة جدا، باي بال، فيزا، سكريل، وبيتكوين، ويب موني، بيرفكت موني، وباير. بصراحة حاجات جميلة جدا، وتقدر تستخدم البيتكوين وتحولها لفودافون كاش، او هما ممكن يضيفوا فودافون كاش في القريب العاجل يعني. اتمنى ان هما يعملوا حاجة زي كده. تمام، وهي دي طبعا وسائل الدفع زي ما انتم شايفين. تختار وسيلة الدفع وتحط الايميل او المحفظة واللي انت عايزه هنا وتعمل سيف وخلاص. التولز هنا انت ممكن تستخدم الكويك لينك عشان تعمل اللينك اسرع من انك تقعد تختصره. لا، انت بتاخد بس اللينك وبتحطه هنا وبيتم اختصاره. الماس لينك عشان تقريبا لو عايز تعمل اكتر من لينك تقدر توصل لحد 20 لينك في لينك واحد. الفول بيج سكريبت ده عشان لو عايز تاخد السكريبت وتحطه في المدونه بتاعتك او ووردبريس او اي حاجه. هنا بتحدد المواقع اللي انت عايزه يختصرها، وهنا بيختصر كل المواقع. تمام، بقية الحاجات دي ملهاش أي أهمية. نخش على الريفرالز، وأدي الريفرال 40%، وده حاجة كويسة جدا. هسيب لك رابط الريفرال بتاع أسفل الفيديو، أتمنى إنك تسجل من خلالي، لأن 40% ده رقم كويس، ولو ما سجلتش برضه دي حاجة هترجع لك عادي جدا. طبعا بقية الحاجات دي ملهاش أي أهمية غير السيتنجز طبعا عشان تغير الإيميل وتحط وسيلة الدفع والسبورت عشان لو عايز تكلم الموقع. موقع ممتاز جدا يا شباب، مش محتاج أي شرح. وطبعا ازاي بتختصر الرابط، تروح على نيو شورتن لينك هنا وبتحط الرابط اللي انت عايزه زي كده مثلا، وتعمل شورتن وبيتم معاك اختصار الرابط بيبقى بالشكل ده كده. تقول له كوبي، وبعد كده تروح حتى تقريبا اعلاناتهم ممكن تلاقيها اعلانات مش مزعجه نهائيا زي ما انت شايف، تقريبا زي اعلانات لينكاوي بالظبط. تمام، مفيش اعتقد انه مفيش بوب اندر يرخم عليك. تمام، زي ما انت شايف كليك هير تو كونتينيو، نفس اعلانات لينكاوي واعلانات ممتازه جدا زي ما انت شايف، كلها معظمها يعني اعلانات جوجل ادسنس، ودي اعلانات اي ادز. اتمنى ما برضو يغيروا في اعلانات اي ادز عشان جوجل ادسنس ما بيحبش اعلانات تكون جنبه زي ما انت شايف. الموضوع ممتاز جدا. حاجه بقى، بما ان دخلنا في الموقع ده بالصدفه، بصراحه دخلنا في الموقع ده، الموقع ده يا جدعان بصوا، عايز اخش على الويزدرو. تمام، زي ما انتم شايفين انا ده بيندنج من يوم 3. تمام، من يوم 3 ده بيندنج، فشوفوا الدنيا دي من يوم 3 ده بيندنج. واعتقد ان الموقع ده كده تقريبا ما عادش هيدفع لحد، اعتقد انه ما عادش هيدفع لحد. فاتمنى ان انتم تشوفوا الموضوع ده وبعد كده حد يرد عليا، لو حد بيدفع له يعني، لو حد دفع له قريب فحد يرد عليا في الموضوع ده، عشان انا غالبا كده وما عادش هيدفع لحد. تمام، عشان الناس ما تشتغلش وتتعب، يعني هو بعد ما رجع لي الاكونت وقف الدفع ما عادش بيدفع. تمام، بس كده كانت حلقة النهارده. كنت من شويه على يوتيوب في بث مباشر مع اصدقائي اللي دايما معايا في البث المباشر، بحب جدا الناس اللي بتبقى دايما معايا في البث المباشر. لو عاوز تنضم لينا في البث المباشر يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ولو انت مشترك فعل زر الجرس، ولو لاحظت ان الفيديوهات ما بتوصلكش شيل الاشتراك واعمل اشتراك مره تانية وفعل زر الجرس عشان يشوفك معانا في البث المباشر مره خامسه. يعني بشكر الناس اللي بتدعمني جدا، لان فعلا الفتره اللي فاتت كان في دعم كويس جدا، فانا بشكر جدا الناس اللي دعمتني. واخر حاجه احب اقولها لكم اللي بقولها كل مره، يا ريت ما تنساش تعمل لايك الفيديو، لان اللايك ده بيساعد جدا، واشترك في القناه لو انت اول مره تشوف حلقات مستر بومتك. شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله باذن الله في الفيديو اللي جاي. سلام.